خلينا نروح لأخبار المحافظات. في الدقهلية تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. في المنيا تم توزيع 2 طن لحوم دفعة أولى من لحوم أضاحي الأوقاف على كل المستحقين. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1314 حالة في قافلة طبية. وفي شمال سيناء تم إطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بمساجد المحافظة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 100% في نطاق مراكز ومدن المحافظة، وتم الموافقة على دعم إضافي للخطة الاستثمارية بقيمة 250 مليون جنيه تم توفيرها بالتنسيق مع نواب البرلمان. في المنيا أعلنت المحافظة توزيع 2 طن لحوم بلدية كدفعة أولى من صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة، وده في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً خاصة في القرى والنجوع ضمن مبادرة من المصريين للمصريين. وبتتم عملية التوزيع طبقاً لكشوف المستحقين المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي. في أسيوط أعلنت المحافظة عن طرح تأجير 3 محطات تسمين تبع لمشروع تنمية الثروة الحيوانية التابع للمحافظة للإيجار في مزاد علني لمدة 3 سنوات، وهي محطة تسمين من قباد بمركز أسيوط، ومحطة ألبان عرب مطير بمركز الفتح، ومحطة فريزيان الحمام بمركز أبانوب، على أن يتم الإعلان عن كراسة الشروط وتاريخ جلسة المزاد والمواصفات الفنية خلال الأيام القادمة عقب الانتهاء من تحديد السعر التقديري والمواصفات الفنية ولجنة المزاد وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة عن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز الفشن مكونة من 7 عيادات وضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1314 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في أسوان أكدت المحافظة تقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لموسم الحصاد 2024 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث تخطى المستهدف في توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة نسبة 119.7%، ووصل إجمالي الكميات الموردة ل 438,837 طن، في حين أن المستهدف 366,670 طن. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي للطلاب من محافظات المنوفية والغربية والشرقية حتى السبت 11 يوليو المقبل على الموقع الإلكتروني للشركة. في الشرقية أكدت مديرية الصحة فحص 615,496 طفل حديثي الولادة من عمر يوم ل 28 يوم بمحافظة الشرقية بنسبة بلغت 93% من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة، كما تم إجراء 3 عمليات زرع قوقعة للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة. في شمال سيناء أعلنت مديرية الأوقاف انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من مساجد شمال سيناء، واللي بيشمل جميع الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح.